في مدينة داخلة على موضوع في أهمية عالية وهو كل أهمية المرأة أولا، ثانيا انعقاده في مدينة داخلة التي تحدث الآن محطة العالم عقد فيها مؤتمرات ومحاضرات للمؤتمر الذي يحضروه اللقاء على كرسي المؤتمر ويدل على المكانة التي أصبحت تحتلها مدينة داخلة، ولكن كذلك التي تحتلها الأقاليم الجنوبية ككل المملكة نظرا للمؤتمرات الهامة التي ستقوم التي قامت بها الدولة وستقوم بها الدولة في إطار برنامج التنموي الجديد الذي تعرضه مؤخرا في مدينة العيون وكذلك المدينة الداخلة والذي يبلغ أكثر من 3 مليار درهم، واللي كان من الأبعاد الأساسية ديالو هو البيئة والمحافظة على البيئة والمحافظة على الثروات وتنميتها، وخاصة يكون كله لإفادة الساكنات المحلية. الملك محمد السادس أيده الله ونصره، بذلت جهدا كبيرا في تنمية هذه الأقاليم، وبذلت أموالا كثيرة ودماء من أجل حمايتها ورفعتها وتطورها، وستظل الدولة المغربية تعمل جاهدة على أن تنمي هذه المناطق، ولقد خلقت من هذه الصحراء مدناً ذرراً بين المدن، وكمثال مدينة داخلة بشوارعها وأشجارها ومبانيها الزاهية. وفق الله المغرب الشقيق وحفظه وأدام عزه بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأعزه وأدام عزه. وفي الملوك وفي الشعبين هي الغيب هذه المدينة المساعدة في إقامة هذه الندوة عن البيئة، لأننا في العام عربي نحتاج إلى جهد كبير في رفع مستوى البيئة ومحاربة الأشياء الضارة التي تعيشها ما شاء الله.